مساجمي قبول اتنت انو اكلت سيارة. لن يقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالتي، سيعتبرها إهانة. لم أستمع شخصيا لتصريحاته، لكن أصدقائي أخبروني أنه كان يتحدث بنبرة لاذعة للغاية، لذلك لا أعتقد أنه سيرحب بأي رسالة مني. فارق الحياة رجل الدين التركي فتح الله جولن، وآخر ما يذكر به حليف الرئيس رجب أردوغان هو بقائه في منفاه هربا من سعي الأخير لمحاسبته بعد أن صار العدو اللدود. هنا في جبال بوكونو بنسلفانيا الأمريكية قضى رجل الدين التركي فتح الله جولن آخر أيام سنواته 83 وفارق الحياة فيها. لجأ إليها كمنفى اختياري عام 1999 إثر خلاف مع أردوغان الذي لحقه بعدها بتهمة تدبير المحاولة الانقلابية عام 2016 رافضاً مذكرات اعتقال عدة أصدرها بحقه، وقال إنه من المعروف جيداً أن النظام القضائي التركي يفتقر إلى الاستقلال القضائي. رفقة السنين أفسدتها السلطة على الرغم من الوحدة في الفكرة والهدف. صراع محتدم دب بين الرجلين قبل أن يصل أردوغان إلى كرسي الرئاسة عام 2013، حين أشهرت جماعة جولن فضيحة فساد داخل أجهزة الحكومة وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. وبعد تهمة تدبير تغيير النظام بالقوة جردته أنقرة من جنسيته التركية في عام 2017، ونفذت حملات اعتقال واسعة طالت أنصاره ومؤسساته. وبسبب حركة خدمة التي أسسها جولن استشعر أردوغان الخطر على حكمه، واتهم جولن بمحاولة بناء دولة أخرى داخل الدولة التركية، وبعدها لم تصف الأجواء أبداً.